تقرير المؤتمر العلمي الخامس حول الآثار النفسية والاجتماعية للأزمة السورية بعنوان الصحة النفسية للسوريين من المعاناة إلى إعادة البناء من 29 إلى 30 من نيسان أبريل 2017 في فندق السفير في مدينة غازي عنتاب تركيا. عقد المؤتمر السنوي الخامس للجمعية السورية للصحة النفسية سمح في ظروف صعبة وحرجة يمر بها الشعب السوري في الداخل والخارج، بل تمر بها كل سوريا والمنطقة. وعقد المؤتمر لقناعة أعضاء سمح بأهمية الرعاية النفسية الاجتماعية للسوريين الآن وفي المستقبل القريب والبعيد لسوريا. وبالرغم من حجم المؤامرة على سوريا، فإنها وشعبها العريق الضارب في جذور التاريخ سيمهضان من جديد بإذن الله تعالى لبناء المجتمع الحضاري الذي ينعم بالحرية والكرامة والصحة النفسية وحقوق الإنسان. وحضر المؤتمر والبرامج التدريبية المصاحبة له العديد من الأطباء النفسيين والأخصائي النفسيين والاجتماعيين، وكذلك العديد من العاملين والمهتمين في مجالات الصحة النفسية من معلمين ومرشدين ومربين وموجهين وقانونيين. وكان من أهم أسباب عدم تمكن البعض من الحضور وخاصة من الداخل السوري تعقد إجراءات الحصول على التأشيرة والعبور لتركيا. كما حضر عدد من المسؤولين الأتراك ووفد من الحكومة السورية المؤقتة وبعض المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والمجتمع المدني وشخصيات أخرى تعمل في القطاعات المختلفة. المحاور الرئيسية للمؤتمر الخامس: أولاً، تحديات الرعاية الصحية النفسية للسوريين والتنسيق بين العاملين فيها وبناء الكوادر والمؤسسات. ثانياً، تنمية مهارات التكييف والتعامل مع الضغوط والصلابة النفسية المبنية على البراهين والتفكير الإيجابي ودورها جميعاً في إعادة البناء. ثالثاً، أزمة الهوية والقيم في الأزمة السورية بين الأصالة والتعددية الثقافية. رابعاً، كيف نتعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية للنزوح واللجوء. خامساً، أخلاقيات الممارسة المهنية للعاملين في الصحة النفسية. سادساً، الحرب النفسية والهزيمة النفسية وكيف نواجهها. أهداف المؤتمر الخامس والبرامج المصاحبة له: أولاً، تنظيم وتطوير الخدمات الصحية النفسية الخاصة بالأزمة السورية. ثانياً، بناء القدرات العلمية والعملية من خلال تدريب العاملين في مجالات الصحة النفسية للأخصائي السوريين الذين يعملون في الميدان. ثالثاً، تقديم خدمات صحية نفسية للشعب السوري الجريح. رابعاً، التنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة الشعب السوري فيما يخص الخدمات الصحية النفسية. خامساً، الاستفادة من الخبراء في مجالات الصحة النفسية من السوريين أو الجنسيات الأخرى. سادساً، التعريف بالجمعية السورية للصحة النفسية سمح. سابعاً، عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السورية للصحة النفسية. العشاء الخيري: ولأول مرة كانت هناك تجربة العشاء الخيري المرافق للمؤتمر، والذي عقد في مساء اليوم الأول 29 من إبريل في الساعة 7 مساء في فندق جراند غازي عنتاب. وحضر العشاء عدد من المسؤولين الأتراك ووفد من الحكومة السورية المؤقتة وبعض المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والمجتمع المدني وشخصيات أخرى تعمل في القطاعات المختلفة.
وتضمن العشاء مقدمة عن سمح والتعريف بها وأناشيد ثقافية قدمها مجموعة من أطفال سوريا وقصص نجاح بعض الحالات في مواجهة الصعوبات والأمراض النفسية وكلمات من مسؤولين أتراك وعرب وجمع للتبرعات. البرنامج الاجتماعي للمؤتمر الخامس. وحرصا من إدارة المؤتمر على راحة الأسر التي حضرت الفعاليات، تم ولأول مرة وضع البرنامج الاجتماعي المتكامل والذي أشرفت عليه الدكتورة مروى الرشيد. والاستفادة الأطفال أيضا، فقد ترافق المؤتمر مع رعاية خاصة لهم. من أهم توصيات المؤتمر الخامس: أولا، طباعة المادة العلمية ونشرها وتعميمها والاستفادة منها. ثانيا، نقل فعاليات المؤتمر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. سمح هي ضرورة ملحة الآن وفي مستقبل سوريا، فكونوا معنا. www.syriasamh.com